باقي اثنين. باقي مين؟ اليوم الاثنين ايه؟ باقي شنو؟ السلام. لا لا ما يصير ازرق اقول لي وراك ازرق. لا يا لا الله يرحم والديك ما يصير. انا قاعد اقول لك اذا كنت ها ايش تبي انت؟ وقف دقيقة دقيقة شوي يا دقيقة دقيقة اي اسمع شغل مايك بارك الله مايك بارك الله فيك يا محمد عيرب قاعد يكلمني هني إيه انا ادري يا. يا والله اللي يصعد هني يتوتر من تكلم تقطع حبل افكاره صار له ساعتين وهو قاعد انت اللي تتوتر انت اللي تتوتر انا اشوفه من اليوم قاعد يا سيدي الفضاء انت اللي تتوتر لا خليه يتوتر ايش شغلتك خليه يخلص من انا كيفك توتر انا متوتر انا كيفك تبي توتر بعد ما من انا قبل انا لا ما يصير ما يصير يا اخي السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صبحكم الله هلا طال عمرك كيف الحال عساكم طيبين الله يسلمك معاكم اخوكم بندر مطيري ونعم معلك زود حبيب ابلغ من العمر 24 سنه ما شاء الله من محافظه ارطويه درست الكليه سم درست الكليه يا طويل العمر درست كليه تقنيه الارطويه ودقيقه قاعد تتروني انت لا كمل كمل انا قايل لك انا خبره تلعب دور ترى انا خلنا اوتره ما اوتره هو اوريدي ما عنده شيء يعني خلنا اوتر لا يا ابو معيان وش العلم انا واقف هنا بقدم اللي عندي يا ابو معيان كمل درست في كليه تقنيه الارطويه قبل تقريبا عام 1442 بتخصص شبكات بمعدل ممتاز يلا لك الحمد فعقب ما خلصت الكلية توظفت في قطاع خاص مدة سنة كملت فيه سنة كاملة قبل نهاية السنة سجلت في البرنامج فرصة جتني وقلت بأغتنمها فدخلت في موهبة الإنشاد واكتشفت الصوت يوم كان عمري تقريبا 12 شنو قبله ما عندك صوت نازل من الدرج سم قبله ما عندك صوت انا علمت الحين ابغى اكتشف صوتي انا علمت متى اكتشفت الصوت اكتشفت ان صوتك زين حلو يعني اي اكتشفت ان صوتي زين طول العمر كنت تقريبا عمري 12 ف نازل من الدرج وغنيني شيله دائما اغنيها ورددها دائما والله اني ناسي انا نوبة حوض نوبة لكن يقول نازل من الدرج ونازل نزوب واكرر الشيله ذي دائما اغنيها اللي يقول لا تكاثر جايتي يا نظر عيني الله اللي جابني لك وعناني ما شيء درب مشوها لمحبيني فالمودة راجح لك ميزاني وأنا نازل ما درت لأبوي قدامي قال يا ولد اللي غني قبل شوي من انا الحين توترت انا ما ادري ايش الوضع الحين بيطالبني ولا اني مزعجه قلت انا اللي غني انا الحين انا هذا اللي غني قال يا ولد اللي قبل شوي انت قلت هذا قال عيد الشيل والله عيد الشيل يا طول العمر قال يا ولد ما شاء الله تبارك الرحمن ساكت كل المده يا ولد لا عاد تسكت ابد واصل ويعزز لي في كل مجال ادخله طول العمر ابد هو اللي يمثل الدرب قدامي الله يخليك بعد توفيق الله يطول العمر وتوفيق ابوي الله يطول العمر الله يسلمك يا رب قدرك ففي فيديو بسيط اللي هو في تجربتي في ماراثون في ظلم هنا وعرضوا لي الفيديو اعطونا الفيديو يا اخوان انا اللي اقول اعطوه وقف انت جالس تظلم اصلا وقف اعطونا الفيديو وقف لو سمحت ليه انت جالس تظلم انت في ظلم ليش لان في تواطؤ من اللجنه مع المتسابق ليش؟ كيف تقول تجلس له كمل انت ما سويتها مع المتسابقين سويت معنا وما سويتها معنا سويت وياهم كلهم بس ما سويت لا لا سويت لا لا عندي فيديو كذا طول اليوم يقول لك باللعبان سويت لك كذا انت تغمز انت كيف تغمز انا قائد الفقره ما علي منك قائد الفقره تتواطى مع المتسابقين ما كيف غير مصداقية كيف انا قائد الفقره بكره اذا صرت قائد الفقره تواطى مع المتسابقين عينه خير وعرضوا لنا المقطع يلا ابشر طال عمرك ابشر استاذ بندر اعطونا المقطع زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك
النجم وصاحب الصوت الشجي بندر المطيري، ما بين الأمس واليوم كفاح وإصرار، بدأ مسيرته في برنامج الماراثون على قناة بداية، حين أتى إلى اللجنة وقدم نفسه بطريقة رائعة، وكان واثقا من نفسه وأثبت قوة كلمته، فكان للكرت الذهبي نصيب له. بدأ الماراثون وبدأت قصة نجاح بندر، وفي 51 يوم ما بين الريالتي وصوتا يطرب المسامع، ومن جانب آخر حيث حقق إنجازات عظيمة وإنجازات ليس لها حد، على 51 يوم جعل لاسمه من الترندات نصيب، وكان دائما لجمهوره كلمة، وحقق أيضا إنجازا عظيم لم يسبق لأحد الوصول له، في وصول مشاهدات هاشتاغ في التيك توك إلى 80 مليون. لم يقف عند هذا الحد، بل كون قاعدة جماهيرية طاغية يهتفون باسمه في كل مكان. سم، فكانت تجربتي أول تجربة لي في قناة بداية، قلت بأنمي موهبة الإنشاد، فيالك الحمد تيسرت أموري يوم دخلت ماراثون، اجتزت الفرصة الأولى اللي هو أول تقريبا 3 أسابيع، وتأهلت من ضمن 10 اللي لما قبل الحلم، اللي هو قبل الحلم هذا. عيد عيد اللي هو التأهل اللي من الماراثون الأول لا ماراثون الثاني، مجمع المجموعتين 10-10. إيه وش اسمه اللي هو ما قبل الحلم؟ لا هذا ما قبل الحلم، هذا قبل الحلم. طيب ما عندنا احنا، ما كان في ما قبل قبل الحلم، عندنا ماراثون البرنامج اللي قبل هذا. إيه؟ ماراثون اللي هو يعتبر ماراثون، ماراثون اثنين. هلا هلا فا ابو معين تفضل من مع علي. والله لا مالك شغل، انا قائد فقط. فيلا لك الحمد تيسرت اموري، بس ما حلفني الحظ اني اكمل وتاهل زد رصيدك مع الشباب، عسى الله يوفقهم ان شاء الله. فجتني الفرصه هذه وحبيت استغلها يا طول العمر، وفرصه يعني ثمينه في برنامج عالمي مثل هذا ما يتفوت صراحه، وهذا علمي سلامتكم. اشكرك يا حبيبي. خلصت؟ الله الله قطع لي ابو معيان، ما خليك. لا ما حد قطعك. لا والله تقديمك جميل يعني، الله يطول بعمرك. بس قاعد مقاطعات هذه نكهة، لكن ما اعطيتني اهتمام. هذا مثل البصل اللي فوق الكبسه، الله يطول بعمرك. يا بعد راس تفضل استاذ فهد. اسوت يا ابو معيان، قاعد تضحك وادي عمل يا ابو معيان. ها قاعد تضحك وادي عمل. ادي عمل كنت معي هي، انا احيانا تهدي معي قدامكم، لو اني عند غيركم بقول، بس قدام. والله انا حق اعتذر منك. اسف ابد، ما عاد اعيدها ابد. الله يطول عمرك. رضيت علي؟ ابد راضي، الله يطول عمرك. اعفاك الله، ما ابغى اقول شيء، ما اعفاك الله. لا والله كلمتك تهمني صراحه. الله يرضى عليك. انا ما وقفت قدامك اقدم العمل هذا الا جميل ومميز. الله يطول عمرك. من سوى لك المونتاج حق الفيديو؟ والله صوت اخوي علي العمري. ايه نوجه له تحيه، والله يبيض وجهه ويستاهل، والله يستاهل. انا بس كان عمل بسيط. سم كان عمل بسيط اللي هو تجربتي في الماراثون، وكان بصوت اللي هو علي. هل فعلا انت ما كنت تعرف اسم البرنامج اللي شاركت فيه؟ والله يا اخوك انا هم اشوفه من المنطقي انك ما تعرف اسم البرنامج اللي شاركت فيه. هو يعتبر من ماراثون، لكن فيه اللي هو ما قبل الحلم. يعني انت هذا ايش اسم البرنامج هذا؟ ما قبل الحلم. وذاك اللي هو ماراثون الثاني. ها ماراثون ما قبل الحلم، اللي هو ماراثون يسمى ماراثون اثنين. ماراثون ايش؟ البرنامج اللي بعد ما قبل الحلم شو اسمه؟ زد رصيدك. لا اعرفه. زد رصيدك ايش؟ غشيشني. والله كويس حافظ الجزء. لا ما عليك. فشفت انت تواضع معي تقول غش. اكلم هذا يعني اذا كان اذا كان البرنامج اللي انت مشارك فيه جزئين. والله العظيم اللي كان فيه ايش فيك؟ ايه سؤال سم. ليش تلوم؟ طيب مثلا هل عندك لوم او عفوا يعني ودك تلوم اللجنه اللي ما صوتت لك مثلا؟ انا ما كملت كيف يعني الاشخاص اللي قيموا ذاك اليوم ورشحوا انه بندر ما يطلع، انه ما يتاهل يطلع، هل تلومهم ولا لا؟ لا انا طبعا طلعت برايم اخر يوم تصفيات كامله الاداره، المطلوب كان 10،
كان مو برايم 10 التأهل النهائي ما كان برايم، التأهل النهائي اللي 10 تأهل والبقية الله يستر عليهم. حلو صح ولا لا؟ صح. هل أدائك في البرنامج أو تقييم الإدارة لك كان منطقي؟ والله ما أتاحوا لي الفرصة هذه إلا شيء إن شاء الله. طيب. أنت جلست في البرنامج الأول 21 يوم. حلو. والبرنامج الثاني 10 أيام 31 يوم، ما عرفت اسم برنامج، كيف تتأقلم مع أخوياك خلال الأيام هذه؟ لا هو ما حضرني اسمه إلى الآن، لكن بندر بندر أبشتري موتر ما بعرف اسمه، بقول روح وكا أقول السيارة ذيك اللي 4 كفرات فيها فرامل بنزين صح ولا لا؟ صح. هذه الفكرة، يعني أقصد إنه جلست شهر كامل، مفترض إنك عندك أنت خلاص، أنت الدرعان مفروض عندكم ماراثون داخلين برتبة في البرنامج هذا، فهمت الفكرة؟ عندكم أكاديمية، أنت مرد أقولك تحية أكاديمية، يعني هي بمثابة ما قبل، هو قصده كذا بمثابة ما قبل الحلم. لا لا في اسمه، اسم برنامج له اسم واشتغلوا عليه ناس محترمين وشاركوا مع ناس أخويا، شارك فيه 1000 واحد وانا على الرامدي كنا في فقرة النقل، ما قد أعرف اسمه أريدي شارك فيه، أعرف اسمه أعرف اسمه حتى، لكن صوتك ما قبل الحلم يا محمد، يعني بنفس لكن صوتك يعني بالنسبة لي يعني ما يحتاج. الله يطول بعمرك، صوتك جميل والله يا ابن، صوتك جدا رائع، الله يسلمك طول بعمرك، شد حيلك والله يوفقك ان شاء الله، اللهم امين، يعطيك العافيه، الله يعافيك، قواك الله يا بندر، قويك طول بعمرك، الله يعطيك الصحه والعافيه، الله يعافيك، جميل جدا، الله يرفع قدرك طول. انت الحين طلعت من الماراثون، الله الله، شو اللي يضمنك ما تطلع من قبل الحلم؟ والله يا اخوك توفيق من الله، وبقدم اللي علي وان شاء الله. شنو قدمت؟ شنو راح تختلف تجربتك هذه عن تجربتك هذه؟ كيف يعني؟ نفس اللي أنا بقدمه جايب محتوى طول العمر، نفس الشيء راح تطلع؟ لا تقريباً، لأنك عندي أنا عندي كروت ما ودني الدنيا أقدمها في زدرسيدك. كروت ليه ما قدمت هناك؟ عشان دش صلى الله وسلم وانتهينا على طول بزد رصيدك. إن شاء الله أنا قدامي 90 يوم غصب إني يبغى يفاجئنا. الحين ما في 90 يوم، أنت الحين قبل الحلم ممكن تطلع مع 10 صح؟ حلو. ماراثون أنت أوريدي طلعت، شنو ممكن، شنو اللي اختلف من بندر في ماراثون وبندر؟ يقصد التطورات، ايش التطورات؟ شنو التطور؟ لا تغشش يا حبيبي، اغشش كلام، انا بغيت اعلم سم، شنو ممكن تطورات يا التطورات يا طويل العمر؟ ان شاء الله اني بدش شغلات وبقدم المحتوى. طبعا يا رجال راعي هاوي بر، شفت ومولي من العزبه، ان شاء الله في زد رصيدك، فان شاء الله انا اتكلم قبل الحلم، خل زد رصيدك، انسى زد رصيدك، يمكن ما تروح صح؟ توفيق من الله عاد ان شاء الله. لا شك، لا بس ممكن انك ما تروح، ممكن انك تروح. نعم. شنو محضر عشان تروح لزد رصيدك مو للبر؟ زد رصيدك. انا اقول اني محضر يعني اشياء بقدمها في زد رصيدك. عطني شيء واحد من الاشياء. وقف وقف بعد اذنك، لازم لا وقف يا حبيبي، صلي على النبي. انت ما فهمته هو ما فهمك. الان الاخ الفاضل محمد عيلم القدير الرائع المميز. حلو. يقول ماذا تطور فيك حتى تدخل قبل الحمل تنافس على زد رصيدك؟ كنت تقول والله انا دخلت زد رصيدك بسوي شيلات في زد رصيدك. انت كيف تدخل زد رصيدك؟ هنا سؤالك، كيف تدخل زد رصيدك؟ انت سويت سكيب ودخلت زد رصيدك. لا احنا ما نبغى، اذا قلت لك زد رصيدك ان شاء الله بكيفك، اسوي تبي. احنا نتكلم الان، ايش بتسوي؟ ايش بسوي؟ بقدم اللي علي طول العمر وتوفيق من الله في الاداره ان شاء الله. شكرا جدا استاذ، الله يطول بعمرك، الله يبدر، الله يعطيك الصحه والعافيه، الله يعافيك، تفضل. ها ها ما يا اخوي ترى وقس ترى الحين فيها رجال ناس. استاذ حسن العجبي تفضل، اهلا وسهلا.